لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا، فإذا علمتم فاعملوا وإذا تيقنتم فأقدموا. علي عليه السلام يقول أنت مو تعلم بهذا الشيء، يجب عليك أن تعمل، وإلا العلم بدون عمل هو جهل. كذلك وإذا تيقنتم اليقين بدون إقدام بدون عزيمة هذا ليس يقين، شك. من هنا يتحول العلم إلى جهل، ويتحول اليقين إلى شك حينما لا نعمل بعلمنا ولا يعني يكون تأثير على عزيمتنا في يقيننا.